أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي حياتي قراري. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الشباب وشنو معاناتهم والعوامل اللي يفكرون فيها وحتى الأمور اللي تحد من طموحهم، لكن بعد راح نتكلم أيضا عن شنو الأشياء إلا إذا طبقوها في حياتهم راح إن شاء الله يتخطون هذه الأمور اللي يفكرون فيها. أول فكرة تخطر في بال أي شاب أو شابة هي إن أنا إذا تخرجت ما راح أحصل وظيفة، إذا أنا خلصت جامعتي الديرة ما فيها وظائف. من يقول؟ يمكن في ويمكن ما في. ليش تخلون هاي الأفكار تحشي مخكم؟ يعني يتخرجون وهم محمقين، يتخرجون وهم زعلانين إنه أوكي أنا بتخرج بس عارف إنه ما بحصل وظيفة. بعضهم يهدون الجامعة من النص، وبعضهم أساساً حتى يماطلون ويأخرون في تخرجهم لأنه يقول لك أنا بتخرج وما بحصل. ليش هاي الفكرة في مخكم؟ ليش دائماً تفكرون بهالتشاؤم؟ خلكم إيجابيين، لا تخلون هالأمور تأثر عليكم. يمكن في شخص مثلاً ما حالف الحظ، يمكن في شخص لا حالف الحظ، وكل شيء يصير فيه تأخير في حياتنا هو في الأخير خيرة. رب العالمين ما بيوقف شيء أو بأخره إلا في الأخير أكيد فيه سبب عشان يحفظ الإنسان من شيء ممكن يصيده. فتحلوا بالصبر، معلش الواحد يدرس السوق ويعرف شو السالفة، بس بعد مو بإنه يخلي هاي الفكرة تسيطر عليه وتمحور مستقبلك على هالموضوع. الشيء الثاني السلبية، يعني لاحظت في الآونة الأخيرة لما أقعد مع الشباب أو الشابات أول شيء يفكرون فيه هو السلبية، واكتشفت أنه يمكن السبب، خلينا نقول مثلا سبب من الأسباب الرئيسية أنهم يفكرون بهالطريقة هي أن صايدهم الكالتشر شوك، اختلاف الثقافات، لأن يمكن معظمهم يدرسون برع فيكونون مستقلين بذاتهم، حياة ثانية، هم الأمرين الناهين حق نفسهم، فلما يجون الديرة يردون بيت أهاليهم أو يحسون أساساً حتى في فرق في الثقافات وفي كل هالأمور، فخلاص يتم لك كئيب وحزين وأنه أنا تعبان وأنا مو مستانس وهني كل شيء غير وكل شيء قاعد يمشي عكس. لا، هو ما في شيء يمشي عكس، هو أنت أو أنت مجرد محتاجين وقت أن تردون شنو تتأقلمون على الجو الجديد اللي أنتوا رجعتوا له. الشيء الثالث، يعني ذاك اليوم وايد زعلت لأن كنت قاعدة مع جروب من الشباب، كنا قاعدين نتكلم عن وين يبون يصيرون وشون يبون يكونون وكل هالأمور. المشكلة إن ما عندهم أهداف، مو بعارفين شنو هدفهم في الحياة. يعني معقولة وصلتوا لها العمر وأنتم مو راسمين هدف أو خطة حق حياتكم؟ هذه السبب رئيسي يعني ينتج من إن ضياع الشاب أو الشابة. فدائماً خططوا لكم أهدافكم، خلوا عندكم خطة استراتيجية حق حياتكم، وصلتوا عمر أن أنتوا تقدرون تخططون وتقدرون تعرفون أنتوا أحين شنو وين تبون تكونون. حطوا حق نفسكم خطة حق الخمس سنين اللي جاية، حق العشر سنين اللي جاية، بس لا تحطون كلمة بس في الموضوع. يعني أوكي أنا أبي أصير كذي وبوصل هاللون، بس إذا ما صار لا إن شاء الله بيصير، لكن خلوا عندكم خطة وحطوا لكم أهداف. في نقطة بعد وايد حابة أن أنا أقولها اللي هي شنو الشخصية. يا يونا شباب شخصيتهم جدا قوية ومتعنترين ورايي أنا دايما صح ولا ما بتأثر علي وأنا أوريدي خلاص، يعني يعتبر من خلص المدرسة جشت الجامعة خلاص أهو صح، أو اتيك شخصية ثانية سريعة التأثر خصوصا مع العوامل والسوشيال ميديا اللي قاعدة يعني اللي زايدة هالأيام. كل يوم لهم رأي، كل يوم لهم شو اسمه، يعني خلينا نقول لهم ذوق في شيء معين. لا تشد ولا ترخي، خلك في الوسط. حلو ان الانسان تكون شخصيته قويه وواثق من نفسه، لكن مو بلدرجه انه هو دائما الصح والناس هي الغلط، ولا تكون حد يعني ولا تكون حدك راخي اللي يعني مع خيل مع الخيل يا شقره، اللي صار صار وانا اذا راحوا يمين بروح يمين، اذا راحوا يسار بروح يسار. لا، انت عندك شخصيتك، عندك قراراتك، فدائما يود الحبل من الوسط. انزين، مو مشكله. طبعا انا سردت العوامل الاساسيه، طبعا في كثير من العوامل والامور اللي الشباب قاعدين مثلا يعانون منها، لكن هاي اهم الامور واهم الاسباب اللي انا صدق لاحظتها في وقتنا الحالي. لكن نفس ما في اسباب هم في عوامل اذا الشاب او الشابه طبقوها في حياتهم راح جدا تساعدهم ان هم يحققون طموحهم. اول شيء هي ان خل عندكم رؤيه حق قيمكم، لأن الشخص إذا عرف قيمه وعرف هو شنو يبي
وايد بيسهل عليه موضوع وضع خطة حق حياته، لأن الإنسان تتعرف على قيمه معناته يتعرف على نفسه، وإذا تعرف على نفسه راح يعرف هو شنو يبي، فراح جدا تسهل عليه شنو وضع أهدافه للحياة. خلوا عندكم حافز، قوموا كل يوم الصبح بحافز، لا تنطرون كل 3 شهور أو كل سنة جديدة أو كل هالأمور، لا، حتى لو كل يوم تقومون من الرقاد وتخلون عندكم حافز. أنا قاعدة أطبق هالشيء، وصراحة وايد قاعدة يعني يأثر على حياتي بطريقة إيجابية. الحافز، قوموا من الرقاد، سألوا نفسكم شنو الحافز اللي ورا اليوم قعدتكم، شنو تبون؟ أكيد بتحصلون السبب اللي راح يدفعكم إن شاء الله للأمام. مو بعيب ولا بغلط أن إذا الشاب أو الشابة اطلبوا المساعدة، كلش عادي. في ناس متخصصين ان هم مثلا يساعدونكم يرشدونكم حق الطريق الصح، ومعناته اذا انت او انت طلبتوا المساعده او سالتوا انسان شلون انا مثلا اقدر اطور من نفسي او شنو الخطه اللي انا مثلا اقدر احطها حق روحي، معناته هاي نقطه ضعف، بالعكس هاي تعتبر جدا نقطة قوة فيك أو فيك. ليش؟ لأن أنت في الأخير قاعد تسأل شخص وتطلب منه المساعدة إنه يرشدك حق الطريق الصح، فما فيها أي شيء إذا حسيته والله إن أنا مثلاً حابب أسأل مرشد اجتماعي، حابب أسأل كوتش، حابب أسأل أمي، حابب أسأل أبوي، إنسان مار في هذه الخبرة، كلش نهائياً ما في أي يعني مانع ولا في أي غلط في الموضوع. لا تستسلمون، خلوا عندكم روح المثابرة. أنتوا في عمر اللي إذا مثلاً هاي الشيء ما استوى، معليش تقدر تشتغلين وتحطين على روحك والثابرين لين توصلين حق اللي تبونه. لا تستسلمون بسهولة. أنتوا فيكم طاقة وتفكير نظيف وخطة للمستقبل تحتاج المثابرة في الحياة. وفي نقطة جداً مهمة، اقتناء الفرص. إذا تخرجتوا ورحتوا قدمتوا على وظائف أو أي شيء أنتوا تبون تشتغلون فيه، ومثلاً حصلتوا وظيفة مو باللي أنتوا تبونها، أو منصب مو باللي أنتوا تبونه، أو معاش مو باللي أنتوا تبونه، لا تقولون لا هاي ما يناسبنا وأنا ما بشتغل. أي فرصة عندك أو عندك جدموا عليها، اشتغلوا وجربوا وشوفوا. معلش أنت حصلت هاي الفرصة، اشتغل، قدم، دش المؤسسة، دش الشركة، لو شنو كان راتبك أو لو شنو كان المنصب، ما يمنع أن في نفس الوقت أنت قاعد تكتسب خبرة، وفي نفس الوقت أنت شنو قاعد تسوي، قاعد تقدم لأماكن الثانية، وما تدري يمكن تحس لا والله أنا اللي درسته كنت أعتقد أني أبي، لكن تطبيقك حق الحياة العملية والبوزيشن الجديد اللي أنت فيه أو الشيء اللي أنت قاعد تسويه يمكن تكتشف أنه فيه شغف، يمكن من هالمنصب أنت تتطور خطوة خطوة، يعني مو بسيدة الواحد يصعد فوق، لا حبة حبة. فبالعكس أي فرصة عندكم اغتنموها، يعني في الأخير أنتم في عمر اللي الدنيا كلها قدامكم، لا تخلون الأمور الثانية تأثر عليكم، ولا تخلون سلبيات غيركم تأثر عليكم. في شيء أنا دائما أحب أقوله، الإنسان الناجح يرافق له ناس ناجحة، الإنسان الإيجابي إذا بيصير أكثر إيجابية يرافق له ناس إيجابيين، الإنسان يبي يكون غني يرافق له ناس أغنياء، وهلما جرى. فاختاروا رفجتكم، اختاروا مع مين تكونون. إذا تبون تنحبطون وتصيرون سلبيين، رفجوا لكم ناس سلبيين وناس يحبطونكم. إذا تبون تصيرون ناس ناجحة، بالعكس رفجوا لكم ناس ناجحة، وما يمنع أن أنتوا تنتقون مع مين تبون تكونون ووين تبون تكونون. مشاهدينا الكرام، خلونا نطلع فاصل ومستمرين إن شاء الله بعدها مع ضيف حلقتنا لليوم. ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع ضيف حلقتنا لليوم. خلونا نرحب بالأستاذ محمد عيسى، مدير علاقات شؤون الموظفين وتطوير الشباب في شركة زين البحرين. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ، نورتنا. مرحبا عايشة، شلونك؟ الله يسلمك. أستاذ محمد، طبعا من خلال خبرتك وتعاملك مع الشباب، إيش كثر صار لك تتعامل معهم؟ أول شيء مشكورين على الاستضافة في برنامج الشيق. تقريبا صار لي أشتغل معهم 10 سنين. 10 سنين تقريبا. نعم. تشتغل معهم. نعم. انزين، من خلال هالعشر سنين
شنو تحس الأمور اللي الشباب يواجهونها في حياتهم على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد العملي وحتى على الصعيد الشخصي؟ زين، أول شيء أنا مو بشيبة، أنا صغير أحس ما أنا صعبون ما أنا عود بالسن، أنا بالعكس. هاي في أكثر من صعوبات يواجهونها لحتى من الشباب في 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 الفترة هذه، مع أن أنا انقطعت عنهم يعني فترة ورجعت لهم، لكن في شفت حتى في اختلاف الأجيال هذه في فترة آخر 10 سنين في يعني صعوبات اجتماعية وفي صعوبات خلينا نقول عملية. الصعوبات للأمانة العملية الشاب صار عنده صعوبة أو خلينا نقول شوية ضياع من ناحية اختيار المقرر أو وين بيروح بش بيختار في الجامعة. فلاحظنا إنه يختار يكون عن طريق عن طريق أهل الشابون ولا ربع الشابون أو يكون شيء عشوائي. فتشوفين الشاب لندش الجامعة في أول فترة ضياع وبعدين يقول بما أنا دشيت خلنا أواصل ويقضي 30-40 سنة قدام على هل شو اسمه على نفس المنوال على نفس المنوال. من ناحية ضياع الاجتماعي مو أحسه ضياع اجتماعي، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لاحظت إنه يعني للأسف في البعض مش الكل استخدامه له طريقة غلط من ناحية شنو هي مفروض تقربنا حق بعض وهاي المفروض حق الناس خلينا نقول لبعض، لكن لاحظة أنت في زياراتنا العائلية أول 10 دقائق 5 دقائق الكلام وبعدها كل من مشغول في تلفونه ولا يرعى الثاني، وهاي أحس حتى سبب لهم نوع من الـ يعني الـ 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 شوية خلينا نقول العادات والتقاليد تشوفين عند المجتمع يريد أقل من المجتمعات القبلية. حتى لاحظ في واحدة من الدول الأمانة القريبة والدول الخليجية بتنزل مقرر حق طلبة المدارس اسمه السنع، لأن شافوا من خلال دراساتهم إن هاي الموضوع شوية نزل عندهم. أقول ما 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 أجمع، ولكن لاحظوا إن هاي الموجود. فهاي إيش الصعوبات اللي حاطة عند الشباب للأمانة يعني. أنت تفضلت وذكرت عن الضياع، أنا وايد شدتني هالكلمة، ممكن تتكلم لي أكثر عن الضياع؟ الضياع من ناحية أول شيء خلينا نقول العملية، لاحظنا أن تقريبا 30-40% من الشباب اللي عندنا اللي يدشون مجال العمل يشوف أنه مو هاي التخصص اللي هو يبيه، فيغير تخصصه في أول سنة وسنتين. فعشان كذي مهم جدا أن يكون الاختيار يعني صحيح من بداية، هي مو خلينا نقول إنه في ستوري، بالعكس عندهم مجال حتى اللي تخرجوا، لكن بيكون وايد أحسن إذا اختاروا المجال الصحيح من أول ما دشوا. من ناحية الـ يعني الجهة الاجتماعية نفس ما قلت لك في شوية من ناحية العادات والتقاليد، أنا لاحظ حتى ساعات نروح البنك ولا أي أماكن حتى لو في واحد كبير بالسن الشاب ما يعطي مجال، أو مثلاً واحدة وهو قاعد ما يعطي، مو بعمداً هو، ولكن بعده عن العادات والتقاليد والعش اللي إحنا تعلمناها سبب هاي الشيء عندهم. إذن من وجهة نظرك شنو تحس الحل؟ الحل للأمانة في أنا أحس في جانبين، في جانب من جهة طبعاً الشخص والأهل، والجانب الثاني من ناحية المؤسسات سواء الحكومية أو حتى الخاصة. من ناحية الأهل إن يرشدون الشاب وين هو يبي يكون. أنا دائماً أقول لهم، أقول حق الشباب تخيل أنت حق 30 سنة قدام راح تداوم في مكان 5 أيام في الأسبوع 8 ساعات في اليوم بمعدل يعني في محل أنت لازم تحبه، إذا المحل هاي ما بتحبه ما راح تبدع فيه وراح يكون بالنسبة لك نفس ما تقول نايتمير، ما راح تستانس فيه. كابوس. ومن ناحية الأهل يسمعون لهم يرشدونهم وين، الحين كل شيء في التلفون في examples في هاي. ومن ناحية الجهات المؤسسات العلمية ولا خلينا نقول المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الخاصة يكون يعطونهم يعني نفس ما نقول زيارات ميدانية حق الجهات إن يراونهم شلون الشغل. ساعات أنت تدرسين شيء ولكن الواقع العمل يكون شوي مختلف، فأي الشاب يقول مو هاي المكان اللي أنا أبي راح أكون فيه. صح. شركة زين البحرين ما شاء الله معروفة باهتمامها حق الشباب ودائما تسوي برامج وفعاليات وأمور إن تطور من شباب البحرين، فممكن تتكلم لنا عن برنامج زين الشباب اللي زين البحرين أو خلينا نقول زين يعني في مثلا كل الدول قاعدة تهتم فيه، وخلينا نقول مثلا صادرته حق الشباب. عندنا برنامج بدنا فيه قبل تقريبا 10 سنين استفاد من البرنامج في حدود 1600 طالب.
أزفنا ونتكلم اليوم عندنا 5 برامج حق الشباب من فئة العمرية تقريبا 17 إلى 25، وإن شاء الله البرنامج السادس قريب نأخذ حتى أصغر اللي هم فئة خلينا نقول 12 سنة 13 سنة، بس برامج كلش بسيطة. البرامج اللي خليتها الشركة لاحظنا فيها تقريبا 60% من الطلبة والشباب اللي عندنا عقب ما يخلصون برامج، حتى بعضهم ما يمديهم يخلصون برامج في فترة 6 شهور أو خلينا نقول سنة يحصلون شغل مو بالإنتري ليفل، الأعلى من إنتري ليفل. ليش؟ لأن إحنا we close the gap between مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل. فالطالب في الفترة اللي يكون معانا يحصل التدريب، سواء تدريب ميداني أو يكون حتى in terms of development. احنا محطينا برنامج الديفلوبمنت خليناه من الوورد ايكونوميك فورمز، اللي شنو خلينا نقول سوق العمل يحتاجه حق الفتره الجايه. فانت مو شرط يكون الطالب انجهزه انه يكون موظف، يمكن يكون صاحب عمل. فالحمد لله صراحه عندنا يعني امثله وايد زينه، عندنا ناس عندهم their own business، عندنا ناس مخترعين، عندنا ناس طيارين، عندنا ناس في 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 يعني positions مراحل قياديه في سواء في الجهات الحكوميه او حتى في القطاع الخاص. من خلال هالسنوات اللي انت تتعامل معاهم وفي وقتنا الحالي، شنو لاحظت مثلا خلينا نقول تطور في شخصياتهم او نقاط ضعف او حتى نقاط قوه؟ ما نبي نقول نقاط ضعف، نبي نقول مثلا نقاط تطوير او حتى نقاط قوه في شخصيات هذه الشباب. شوفي في الفتره هذه العشر سنين لاحظت خلينا نقول اللي مواليد ليت 80s لبيجنينج اوف 90s غير عن الناس خلينا نقول من ميد 90s وطالع، مع ان الفارق كسنين مو بش كثير يمكن 10 سنين، ولكن في فرق من ناحيه تفكير، طريقه تفكير الشباب. ليت 80s بيجينينج 90s الشباب شنو كانوا يبون؟ ماخذين منا احنا اكثر، يبون يشتغلون يتعلمون، فما وايد ماخذين من اطماعنا. الجيل الجديد ما يبي يقعد 8 ساعات في مكتب. وهاي السؤال اللي أنا طرحه، هل إحنا كمؤسسات سواء خاصة أو حكومية، هل إحنا بارزين إن نخلي ننزل المفهوم اللي هو distance working ولا work from home؟ هل إحنا بارزين حق الشيء ولا نبنيبهم نفس ما إحنا تعلمنا نقعدهم في مكان 8 ساعات؟ هل إحنا بارزين إن نخليهم they work towards their objective؟ من بدال على 8 ساعات يخلص 8 ساعات ويمشي. هذه سؤال ثاني احنا مفروض حتى احنا من ناحيه مؤسسات نطرحها على روحنا. الشباب هالايام لاحظت يمكن شخص عمره 18 سنه يقدر يطير طياره بحكم الالعاب السيميليترز اللي عنده. هل احنا كجهات بارزين حق عيون الناس مبدعين في هالايرلي ستيجز؟ وهل احنا عندنا خطط ان نطور وننمي هالشيء فيهم؟ هاي كله مفروض احنا نكون كسوق عمل كمؤسسات خاصه او حكوميه نكون بارزه حق هالشباب، بدل ما نكسر مياليفهم نعطيهم السبيس ونعطيهم الشيء اللي يبونه عشان يرفعون ويطورون من البلد. بحيسة يعني اذا مثلا بعيد عن الشباب، انت كشخص يعني من خلال المنصب اللي انت ميوده، اكيد في صعوبات وعوامل يعني صادفتك في خلينا نقول مثلا تعاملك مع الشباب، شنو الامور اللي يعني خلينا نقول اللي تحسها شوي صعبت عليك تعاملك مع هالفئه من الشباب؟ شوفي هاي سؤال وايد ادش فيه مع يعني مع الجماعه حتى الموجودين في الشغل في ديبيت، اللي هي شنو تو سبيك ذير لانجويج، اتكلم لغتهم مو بسالفه لغه عربيه ولا هاي، ولكن لاحظت اذا ما يعني الشباب اذا ما اقدر تعطيهم امثله هو يقدر يستوعبها او هو عاش يعني شافها وقدر يفهمها ما راح يطبق اللي انت تبيه. فلازم يكون احنا نتكلم نفس اللغه. حتى لو حط صديق في بعض النكت للكبار يقولونها للصغار يقول هاي ايش قاعد يقولها ما مو فاهم هو وين يبي يوصل لها، حتى في النكت. فلازم نتكلم نفس اللغه اللي هم يتكلمون فيها اساس نقدر يعني نرسخ فيهم المعلومه والامثله اساس يقدرون يفهمونا اكثر. بحيسة شايك تختم لقائنا بنصيحة حق شبابنا وشاباتنا؟ النصيحة صراحة اللي بي يعني يعرفونها الشباب، أولا أنتوا عماد مستقبلنا، أنتوا مستقبل حتى عيالنا، فإحنا من بعد الله أنتوا مستقبلنا.
فاللي بقول لهم انه حط في بالك قبل ما تدش اي تخصص، اقرا عن 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 طبيعه الشغله، اقرا انت وين تبي تروح، اسمع من الناس الكبار، وانتوا كاهل سمعوا عيالكم، وانتي متاكد انت ككوتش يونتش يبون احد يسمعهم، مو محصلين احد يسمعهم. ساعات يكون فرض على اساس مصلحه اكثر من واحد يسمع، واكبر دليل الله اعطونا اذنين واعطونا حلج واحد عشان نسمع اكثر من ما نتكلم. فالشباب انتم تحت يدكم التلفون في كل المعلومات اللي تبونها، شوفوا اوكي واحد في مواقع التواصل واحد يضحك شوي، لكن في نفس الوقت حاولوا تتعلمون من هاي الموسوعات اللي تحت اللي بين يدكم، اقروا انتم وين تبون تكونون، وين تبون تروحون، وين تبون توصلون له، وسمعون اهلكم. وهذا لين في الأخير بعد أهلنا أنا ما أنتقص منهم، ولكن هذا لين أهلنا هم اللي علمونا العادات والتقاليد وحتى السنة هاي. صح. من الأشياء اللي نحتاج نرسخ في شبابنا اليوم. يعطيك العافية أستاذ محمد عيسى، وشكرا على وجودك اليوم ويانا، صراحة كان شرف لنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نلاقيكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم مع موضوع جديد وحلقة جديدة، فمات الله.